كلمني عن السلالة دي، ليه محافظين على السلالة المصري عشان نستفهم قيمة الجاموس؟ تمام، الجاموس المصري اسمه الكنز المفقود، واحنا لو اهتمينا بيه فعلا زي الأبقار والهولشتاين والفريزر المستورد من بره، احنا هنعدي الانتاجية الأبقار دي. كيلو اللبن الجاموس وصل النهارده 15 جنيه، كيلو اللبن البجري ب 4 جنيه. لا 10 جنيه كيلو الجاموسي وصل ل 15 جنيه. لا في بره في الأهالي 15 جنيه. في الأهالي 15 احنا جنيه. عندنا احنا في المنفذ بتاعنا كوزارة الزراعة ب 10 جنيه. يعني على باب المزرعة 10 جنيه يتباع للأهالي 15 جنيه. و 16 جنيه في بعض الأماكن كمان. تمام حضرتك؟ بالنسبة للجاموس المصري ده مقاوم للأمراض. تمام. وأصلا متأقلم على البيئة ديت بتاعتنا احنا. بالنسبة للجاموس المصري انتاجيته عالية وزنه عالي، بس احنا نهتم بيه زي الأبقار المستوردة. هناخد منه انتاج عالي، لحم والبان وتصنيع جبن عالية التغذية. يعني ينفع اللي حصل في ملاوي ده؟ لا حضرتك، لا طبعا ملاوي ديت على فكرة ملاوي كنا ماشي فيها نظام التلقيح الصناعي الإيطالي، كنا مختارينها من ضمن من محطات ان هي تطبق اللي التلقيح الصناعي بحيث ان احنا نحسن السلالة الإيطالي. ولكن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني بدأت تفوق دلوقتي. الحمد لله الدكتور ممدوح صراحة، يعني أول اجتماع ليه دكتور ممدوح رئيس قطاع الإنتاج، ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج في وزارة الزراعة. وزارة الزراعة أول كانت توصيات، توصية على الإنتاج الحيواني والاهتمام بالتغذية، وعشان خاطر كمان حاليا يعني التغذية مش متاحة، الراجل صرفنا في 600 طن علف من صندوق التأمين على المشاهير.